المركز الثقافي الإسلامي بتسمسيلت كان هذه المرة على موعد مع تكريم حفظة القرآن الكريم وسط أجواء روحانية وبحضور أولياء الطلبة ممن تقاسموا فرحة تكريم أبنائهم في جو بهيج. حفظت 20 حزبا على أثر الأساتذة الكرام وأختي وأبي وأمي. أشكر المدير على هذه الحفلة الرائعة. حفظت اليوم 3 أحزاب. أشكر الطاقم الإداري وأشكر المركز الثقافي لأستاذتي ومعلمتي، أشكرها شكرا جزيلا. واليوم تم تكريمي من طرف الشيخ المدير والأساتذة الكرام، ولقد حفظت في هذا المجمع الإسلامي حزبين. إدارة المركز الثقافي سجلت إقبالا كبيرا من قبل الطلبة ممن جاءوا إلى هذا المركز من أجل حفظ القرآن الكريم وشرح معانيه. سجلنا إقبال كبير على مستوى المركز الثقافي الإسلامي، حيث وصل عدد المسجلين والحضور إلى أكثر من 420 طالب وطالبة. من خلال برنامج تاعنا درنا من حزبين إلى 6 أحزاب إلى ما فوق خلال 54 يوم. كان 91 طفل حفظ 6 أحزاب، حوالي 28 طفل حفظوا 4 أحزاب، وحزبين كل ما تبقى من التلاميذ حفظ أقل حفظ كان حزبين. ويبقى القرآن الكريم ربيع قلوب هؤلاء التلاميذ وقدوتهم في الحياة ونبراس طريقهم ونور مستقبلهم.